نعرف انه هو اللغة بتاعت الطب عموما هي اللاتينية، برضو في فارق بالنسبة لكم انتم كناس في الطب يعني مثلا؟ هو صح، في مصطلحات بتكون مضطر ان انت تعرفها باللغة اللاتينية، بس كتعريف كإلقاء كشرح بيكون بالإنجليزي. الشرح بالنسبة لكم انتم ولا بالنسبة للمحاضر ولا؟ للمحاضر ولينا احنا، واحيانا الواحد بيواجه صعوبات مع المحاضرين اللي ما بيتقن اللغة الإنجليزية، فبتضطر ان انت تدخل معاهم في اللغة حقتهم اللي هي التقالق. انت واجهتك صعوبات في طبعا انك كتير تدخل؟ كتير، يعني انا السبب الرئيسي اللي خلاني احاول ان انا اتعلم اللغة بتاعت الفلبينيين انه كان عندي كيس مع مدرسة كانت قصدانية، يعني عرفتها، فشوية شوية كده زعل بس مني، وبديت شوية انه شوية شوية افهم، احاول ان انا اسأل اشوف معاني الكلمات شنو، لحد ما خلاص اتعلمتي اتقنت معاني اللغة الكلمات بتشكلي بيها، بالضبط. بديتي بتشكلي بيها اللي حتردي بيها يعني، صح؟ طبعا ما الواحد لا لازم ياخذ حقه اول شيء بعدين بياخذ مع الناس. نعم.